السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم بفيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جدا مهمة اللي هي الديف نوتس. الديف نوتس اللي هو ملاحظات المصممين للشهر القادم أو الأشهر القادمة، شو الشغلات اللي راح تجي فيها وشو الشغلات اللي احنا راح نستفاد منها. فخلينا نبلش. طبعا انا ما راح احكي كل شيء بالتفصيل لانه في شغلات مثل قلتها او ما لها داعي، فخلينا نختصر ونروح فورا للشيء الجيد. هلا اول شيء راح اعمل لك هون انه راح يكون في نيو بي في اي كونتنت ابديت. البي في اي اللي هو بيعرف شو هي، اللي هي ايفنت تلعبه انت لحالك او مع اصدقائك من غير ما يكون بي في بي، يعني ما بيكون انت بتلعب ضد شخص حقيقي، لا بتلعب انت ضد شيطان، ضد ديمونيك بيز، ضد هيك شغلات مشان انت تفوز وتاخذ جوائز. طبعا الحلو انه شو هي، عم يقول لك انه هذا راح يجي هلا واخيرا واخيرا بالانيفرساري الرابعه راح يجيبوا شغله جديده. هل راح تكون منيحه ولا لا؟ حاسسها راح تكون نفس البوس تبع البوس تبع النايت هود، وهي هي او مو نفس البوس 100% بس شغله يعني بالنايت هود بوس او بالنايت هود. شو هي؟ يعمل لك the new PvP mode Hero Arena will combine the fun of the Knighthood competition with the various strategy team comps and whole separate PvP mode. يعني انه اول شيء حتى تقدر تستخدم المود لازم يكون عندك Knighthood، يعني لازم يكون عندك كلان، وبعد هيك بصير انت انه كأنه انت بتحط فريق معين وبتلعب ضد افرقة معينة بس ضد الكمبيوتر، يعني ما راح يكون ضد اشخاص طبيعيين او ممكن حتى ما يكون ضد اللي هو ناس مسويين فرق نفس اللي هو النايت هود كومبيتيشن، لا راح يكون اعتقد مثل هيك بوس بتقاتله بتضل بتقاتله بتضل بتقاتله كل ما له بيقوى او هيك شيء. يعني ارينا اللي هي ساحه القتال، فاذا انتم شايفين مثلا انميات اللي هو بيكون في ساحه قتال وانت بتقعد جوا ساحه وبتقاتل وحوش، ممكن تكون شيء قريب من هيك. ولما تفوز بيعطوك شويه هدايا، وكل ما زاد الرانك تبعك كل ما بتزيد الهدايا تبعك. عرفتوا كيف؟ وين اوكي اي هلا شو المشكله هنا؟ شو عم يقولوا انه النايت هود كومبيتيشن اللي هي كانوا يلعبوها فقط اقوى 60 كلان اللي هو اقوى 60 قبيله، اما هذا الايفنت راح يكون لمين ما كان. انت اهم شيء تكون بنايت هود وراح تقدر تلعب الايفنت من غير ما حتى يكون الرانك تبع النايت هود تبعك جدا عالي. وشو كمان بلاير وبيبل تو هيرو بول، عامل لك انه انت راح تصير تقدر تستخدم شخصيات قديمه وشخصيات كثيره مشان تقدر تفوز بهذا القتال. The new PvP mode provide more freedom to use many heroes as possible to clear the arena and get in-game point which be exchange for exchange material. يعني انت شو بتعمل؟ بتاخذ نقاط وهي النقاط بتروح بتبدلها بشوب. اوكي give the current with league rank. كمان الشيء عم لكم انه راح يكون في رانك حسب الارينا اللي انت فيها، والجيت ريجولار سيزن راح يكون مثل سيزنات، شلون مثلا اللابرينث المتاهه، شلون مثلا الشيطان مو شيطان نايت هود بوس كل اسبوعين ثلاثه بيتغير، نفس الشيء راح يكون الهيرو ارينا انه كل شهر او كل فتره معينه. والحلو انه بيحكوا كل ايمتى مشان ما نقول لهم ليش ما جبتوها هذا الشهر، ليش ما جبتوها هذا الشهر، لا هو عم يقول لك انه راح يصير كل سيزن معين نغيره ونعمل ابديت له. وذا نيو بي في اي مود ريليز جت اراوند كورنر وذ عم يقول لك انه الهيرو ارينا راح تجي مع احتفالات السنه، يعني ان شاء الله خلال اسبوع او اسبوعين راح تكون عندنا بالجلوبال. هي بالنسبه للشغلات الجديده اللي راح تجي خلال الاسابيع القادمه. هلا الشغلات اللي عم يقول لك راح نعملها ممكن شغلات اول ما تجي الانيفرساري الرابعه، وفي شغلات بالمستقبل راح يعملوها اللي هي ليفلينج سيستم. الليفلينج سيستم اللي هو تطوير الشخصيه، راح يجيبوا سيستم جديد تقدر تطور فيه الشخصيات. يا رب يا رب ما يكون بيحتاج اس اس ار بيدنز، يا رب ما يكون يحتاج اس اس ار بيدنز، لانه خلاص اس اس ار بيدنز او لازم لازم يصيروا يعطونا كل يوم وحده اس اس ار بيدنز، كل يوم وحده لازم عشان نقدر نطور كميه الشخصيات الهائله اللي عندنا. عرفت؟ لانه انت حتى لو انت هلا جاي على اللعبه على الأقل على الأقل عندك شيء 30 شخصية ما راح تقدر تطورهم كلهم، حتى لو عندك 10 شخصيات ما راح تقدر تطورهم كلهم ليفل 100 إذا أنت ما صار لك شهر مبلش اللعبة، تخيل.
لانه أندر شيء بالعالم هو الستار بيدنس. هلا خلينا نكمل. فور ايتش وي مين هيرو ريليز عملها كانه كثير. هلا في صار هيروات في هيروات موجوده وكثير في هيروات ليفل 100 صار عندكم اياها، بقى بدنا نجيب شيء جديد نقدر نطوره. بس بنفس الوقت عميل لك بنفس الوقت المشكله ما في مره حكوها لهالكلمه، ما في مره حكوها لهالكلمه اللي هي انه نحن بدنا نسهل عليكم الامر الا ما صعبوه 10 مرات. نفس الشيء لما تريننج دانجن اجت، نفس الشيء لما غيروا شو اسمه، غيروا شو كان اسمه الاس بي دانجن الايفنتات على اساس قادرين يضبطوها مشان تصير اسهل، مو تقعد تفرم نص ساعه ساعه، نزعوها وخلوا الدروب تبعها اقل. يعني ما في شيء حاولوا يعملوه قال لك انه نحن عم نحاول نساعدكم الا قللوا الموارد وزودوا التكلفه. هي يعني يا رب هالمره ما تصير. بقى عاملين لك انه شو راح يعملوا مشان ما كله ينزل مره واحده، يعني التطويره الجديده ما تنزل على كل الشخصيات وتضطر انت بدك تقعد تطور شخصياتك كلها مره واحده، لا شو راح يعملوا؟ راح يعملوا شغله عملوها قبل على اليو ار كي. كل شهر او كل اسبوعين بيجيبوا مثلا شخصيه او ثلاث شخصيات او خمس شخصيات انه هلا صار فيك انت تلفلهم للليفل الجديد. هلا هذا شيء حلو وسيء بنفس الوقت. حلو انه انت مثلا ما في، والله مثلا اذا انت ما عندك موارد وانا عندي موارد كلها، اذا نزلوا كل الشخصيات مره واحده شو راح يصير؟ راح يصير انا مثلا اطور 10 شخصيات 20 شخصيه مره واحده وانت ما راح تقدر تطور غير شخصيتين. ساعتها انت لما تلعب بي في بي، لما تلعب شغلات اللي هو بتحتاج انت قوه، راح تكون انت اضعف من الباقيين. ليش؟ لانه انت ما عندك الموارد اللازمه مشان تطور هي الشخصيات. فهذا شيء حلو انه شو عاملين انه مثلا ممكن ينزلوا خمس شخصيات، ممكن شخصيتين، ممكن ثلاثة، ما بنعرف، مو كاتبين كم واحدة. بس شو عاملين لك انه كل فترة وفترة راح نصير ننزل شخصيات انت بتقدر تطورها لتطويرها الجديدة. هذا شيء حلو من كمان من ناحية تانية انه انت ساعتها قبل ما تجي الشخصية بتكون اوريدي مبلش شوي شوي تفرم الموارد اللازمة مشان تقدر تطورها للليفل الجديد او للطريقه الجديده. هلا الطريقه الجديده شو راح تكون؟ ممكن تكون مثل ما حكينا بالفيديو الماضي LR، ممكن تكون مثلا يونيك جديده، ممكن تكون جريس، صار اي شخصيه عليها جريس او يونيتي او هيك شيء، ممكن يكون سيستم جديد ما بنعرف شيء عنه ويعطيك شغلات جديده نحن عم نعرفها. عرفتوا كيف؟ ممكن مثلا يحط لك بيت، البيت اللي هو مثلا حيوان مدلل تستخدمه مثل هوك، مثل مثلا اوسلو، هدول الشغلات تصير انت تحطها على الشخصيات تبعك بيعطيك قوة جديدة. ممكن ما بتعرف. فهي الشغلات اللي عم بيحكوا عليها راح يسووها خلال الانيفرساري والشغلات القادمة اللي راح تجي. هلا نيو نايت هود اوردر سيستم. نيو نايت هود اوردر سيستم راح يكون في شيء جديد كمان للنايت هود. ليش انه كتير مركزين على النايت هود؟ شكلنا راح نرجع نظبط النايت هود تبعنا، لانه النايت هود تبعي انا بصراحة كتير متكسلين فيه، يعني خمسة يمكن اللي بيفوتوا بيلعبوا اللعبة والباقي ما حدا بيلعب اللعبة. شو عمل لك؟ As part of Grand Cross Festival we plan to introduce a new knighthood order system which briefly mentioned positive. In the knighthood order system knights will given our out mission by completing together with other. Okay. شو يعني؟ عم يقول لك بالknighthood order راح يكون في مهمات، هاي المهمات انت بتخلصها انت والحلفاء تبعاتك بالكلان، وعن طريقه راح تاخذ انهانسمنت ماتيريال. انهانسمنت ماتيريال، الانهانسمنت ماتيريال بذات نفسها ما منها فايده باللعبه. بقى يا رب ما تكون فقط انهانسمنت ماتيريال، يا رب تكون شيء مثلا سوبر اويكنينج اللي شيء بيرفع النجوم، يعني تكون اس اس ار بيدنز وسوبر اويكنينج، اهم تنتين. اهم لا، في ثلاث شغلات صاروا مهمين حاليا باللعبه. تطوير الليفل اللي هو انهانس بوشن، تطوير الاس اس ار بيدنس، والشغله الثالثه السوبر اويكنينج. هدول الثلاثه اندر شيء حاليا باللعبه، او مو اندر شيء بس الانهانس اللي هو تطور الليفل بدك منه مليون مشان تقدر تطور شخصيه ليفل 100. بعد تخيل يحطوا لك 110 ولا شيء جديد، بدك انهانس مثلا 20000 تستخدم ولا 30000 تستخدم منها تقدر تطور شخصيه واحده للليفل الجديد. بقى يا رب يكون الانهانس ماتيريال اللي عم يحكوا عليها ليك الانهانسمنت ماتيريال هي مو اللي عندنا منها مليون، اللي هي فيك انت تفرمها من الفري زون، من الفري
الفريمات شو كان اسمها، فري زون، فري زون اللي هي انت بتسوي النجمه من عن طريقها، عرفتوها؟ لانه هلا اي واحد باللعبه لما يكون عنده نجمتين ثلاثه 10 20 50 100 ممكن في ناس عندها، خاصه اذا انت قديم باللعبه وما عم تطور كل شخصياتك. بيكون عندك، انا هلا عندي محدود ال 85 الى 90 وحده، عرفتوا كيف؟ بقى ما بدي اكثر من هيك. عرفتوا؟ طبعا هي ال 85 بدك تقسمها على 6000 نقطه، لانه انا مجمع 6000 نقطه مشان اسوي نجمه. بقى تخيل كم 6000 نقطه مجمع لحتى اوصل لل 85. بقى تخيل هون يصير يعطيك زياده اللي انت ما عم تعتازهم بالاساس، الا اذا النجمه راح تصير نستخدمها لشيء زياده، ساعتها بتكون رائعه. انه مو الانهانسمنت، الانهانسمنت ماتيريال فقط لتطوير النجمه من واحد لسته العاديه، النجمه الصفر انا عم بحكي. فهي الشغله اللي اظن عليها. واخر شغله راح يعملوها واخيرا، بصراحه صح المفروض يعملوا كتير شغلات، بس الشغله الوحيده اللي عاملينها هون اللي راح تفيدنا اللي هي انه انت حاليا صار فيك تطور شخصيتك مرة واحدة، أو راح يعملوها بالمستقبل، أنك فيك تطور شخصيتك مرة واحدة. هلا حاليا لما بتطور الشخصية شو بتعمل؟ بتعمل أول شيء بترفع لها ليفلها لل 50، بعدين بتعمل لها ليمت بريك لل 5 لل 60، بعدين بترجع مرة ثانية بتعمل انهانس لل 60، بعدين بدك ترجع تعمل ليمت بريك. عم يقول لك بعدين إنه أنت تصير فيك تعمل شغلة تطورها مرة واحدة، يعني مثلا أنت تختار أنا بدي أطورها من 1 لل 95 مثلا. بيقول لك هاي الموارد اللازمة، الموارد اللازمة اللي هو 50 من هاي، 50 من هاي، 100 من هاي، 2000 من هاي، يلا بدك تستخدمون ايه؟ بضغطة زر بتطور شخصيتك من ليفل 1 لليفل 90 مثلا، او من ليفل 1 لليفل 100. ما بتحتاج والله كل شوي تبدل، كل تروح على انهانس بعدين ليمت بريك بعدين انهانس بعدين ليمت بريك بعدين انهانس بعدين ليمت بريك. عرفتوا كيف؟ والشغلة الحلوة اللي اعتقد راح تصير انه انت ساعتها راح تعرف الموارد المطلوبة لحتى تلفل أي شخصية من ليفل 1 لليفل 100. يعني بدل ما مثلا تعمل ليفل 1 بعدين ليفل 2 بعدين ليفل 3 بعدين طلع هيك ما معي موارد راح روح فرم، إذا أنت اخترت من 1 ل 100 راح يقول لك والله أنت بتحتاج 15 كتاب، بتروح بتفرم 15 كتاب مرة واحدة، ما في داعي كل شوي تروح وترجع تروح وترجع. بأي شغلة جدا جميلة راح يعملوها. وإن شاء الله إن شاء الله ايوه شايف عم لك as long as they have all the required material، يعني اذا عندك الموارد راح تقدر تطورها ماكس فورا، اذا ما عندك الموارد لا راح تضطر تلفلون ليفل ليفل او ليمت بريك ليمت بريك. وغير هيك كمان عم لك انه ان شاء الله راح يجيبوا شغلات حلوه بالانيفرساري وان شاء الله تستمتعوا باللعبه. بس شو رايكم بالامبروفمنت؟ شو رايكم بالمصممين؟ هل عن جد عم يعملوا؟ هلا بصراحه لو ترجع لسنتين تانيات او ترجع لقبل سنتين كان يعني شوف انت هون كلام 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 فاضي بالاخير بيقول لك شو حيساوي. قبل كان الديف نوتس ينزل لك 10 شغلات مع بعض، حاليا شغلتين والثالثه وعدينا فيها انه ممكن يعملوها بالمستقبل حتى. تخيل. عرفت بقى يا هلا اشوف بالنسبه لنا اهم شيء، اهم شيء يجي شغلات حلوه باللعبه وتيجي شغلات نقدر نستخدمها ونطورها ونلعبها وتكون ممتعه، هذا اهم شيء. باقي الشغلات مو مهمة، أهم شيء ما يعملوا لك والله إيفنتات لازم تسحب على شخصية مشان تلعب الإيفنت الجديد، ولما تخلص الإيفنت الجديد راح تصير شخصية متقلتها فقط. ويا رب يكون تطوير الليفل الجديد أو تطوير الشخصية الجديد حلو ومفيد للناس اللي عندها شخصيات قدامة واللي عندها شخصيات جديدة بنفس الوقت. بس هون بكون سنة فيديو اليوم، أجدكم استمتعتوا فيه، استمتعت فيه لا تنسوا لايك للفيديو، تشوفوا عن بقناة شكل جديد، مين شوفوا آخر فيديوهات تانية، مع السلامة.